أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، حيث ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الدعوي الثقافي من هذه الرحاب الطاهرة في أولى لقاءات الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف في رحاب مسجد الحصري برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف رائد تجديد الخطاب الديني بمصرنا الحبيبة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الأحبة، وحسناً فعلت وزارة الأوقاف إذ تخيرت تلك الموضوعات لهذا الأسبوع الدعوي الثقافي. هذه الموضوعات تدور حول الدروس المستفادة من أنبياء الله عز وجل، ولقاء اليوم يتحدث عن الدروس المستفادة من قصة سيدنا نوح عليه السلام. ويحدثنا في هذا الموضوع علمان جليلان من أعلام الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر، فضيلة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف مدير مديرية أوقاف الجيزة، فضيلة الشيخ العالم العلامة الجليل فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. يحضر معنا هذا اللقاء كوكبة منيرة من علماء ومفكري وزارة الأوقاف، كما يحضر معنا جمع غفير من رواد مسجد الحصري هنا في مدينة 6 أكتوبر. وأرى المسجد وقد امتلأ عن آخره بالسادة الرواد الذين جاءوا ليستمعوا إلى القرآن الكريم، جاءوا ليستمعوا إلى كلمات العلم، جاءوا ليستمعوا إلى الدعاء والابتهال. أيها الأحبة، خير بداية لنا دائماً وأبداً القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور ماهر الفرماوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم.
وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء
وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام قيل يا نوح اهبط بسلام من وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء
ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. حقا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه إنه القرآن الكريم. هكذا أيها الأحبة استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور ماهر الفرماوي. وقد كانت خير بداية لهذا اللقاء الدعوي الثقافي في أولى لقاءات الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة هنا في رحاب مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. أيها الأحبة، هذا الأسبوع الثقافي الدعوي يدور حول الدروس المستفادة من قصص الأنبياء عليهم السلام، ولقاؤنا اليوم حول الدروس المستفادة من قصة سيدنا نوح عليه السلام. ومعنا للحديث عن هذا الموضوع علمان جليلان من أعلام الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر وفي العالم الإسلامي. معنا فضيلة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف مدير مديرية أوقاف الجيزة. معنا فضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ودوما فضيلة الشيخ خالد الجندي يختار مسك الختام، فنبدأ أولى كلمات العلم مع فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف مدير مديرية أوقاف الجيزة، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أخي فضيلة الشيخ خالد الجندي حفظه الله وبارك فيه وبارك في علمه وأدبه، ودائما وفي كل لحظة نتعلم منه الأدب والعلم الجم، بارك الله فيه. أخي الدكتور أحمد القاضي بارك الله فيك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كما قلت، اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون واغفر لنا ما لا يعلمون.
الحضور الكرام، العلماء الأفاضل، السادة رواد المسجد، السادة الضيوف، بارك الله فيكم وفي حضوركم وفي أوقاتكم التي تقتطعونها لتعلم العلم وحضور دروس العلماء. أيها المسلمون، إن اختيار الموضوعات التي تكون في هذه الأسابيع إنها تنم عن شخصية واعية تحمل هم الدعوة، هي لا تقتل الفراغ أو تملأ الوقت، وإنما تحمل هم الدعوة بالفعل، فتختار ما يناسب المجتمع لكي يكون المجتمع مجتمعا صالحا مصلحا. فالشكر موصول لمعالي الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف على اختياره للموضوعات وأيضا للمتحدثين. هذا الأسبوع يتناول قصص الأنبياء والدروس المستفادة منها، وفي الحقيقة إنه موضوع شيق وموضوع تربوي ودعوي، يتعلم منه الكثير، ويتعلم منه أيضا الإصلاح. فالمجتمعات تتشابه، والأقوال تتشابه، والأفعال تتشابه، ولذا كان الأمر لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم أن يقتدي بأولي العزم من الرسل، وهو خاتمهم صلى الله عليه وسلم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. نحن نقول صبر أيوب، إن صبر نوح عليه السلام يفوق صبر أيوب. ولذا هذه الدروس التي في قصة نوح دروس كثيرة وعبر عظيمة. أنا مشتاق مثلكم تماما أن نسمعها من فضيلة الشيخ خالد الجندي. فسيدنا نوح هو أول رسل الله إلى الأرض، جاء ليعالج قضية الشرك عندما عبد قومه الأصنام. وسيدنا نوح جاءت قصته كثيرا في القرآن الكريم، وسميت سورة باسمه سورة نوح. سيدنا نوح هو كما قلت أول الرسل إلى الأرض، وهو أطول الرسل أعمارا. الله سبحانه وتعالى قد قال في حقه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. هذه مدة الدعوة، وله عمر قبل الرسالة، وله عمر بعد الطوفان، فهذه مدة الرسالة. النبي صلى الله عليه وسلم في 23 عاما هي مدة رسالته، نفع الله به أقواما، ونفع به وعلم به وهدى به خلقا كثيرا. نوح عليه وعلى نبينا السلام هذه المدة الطويلة ما آمن معه إلا قليل. سيدنا نوح
لاقى من الإيذاء والسخرية من قومه ما لاقى، فقد أمر بصنع الفلك، وكان يصنع الفلك والأرض ليس فيها ماء. فتخيل أن إنسانا يصنع سفينة وليس هناك بحر ولا ماء بجوارها، ماذا سيقول قومه؟ منهم من اتهمه بالجنون، ومنهم من قال صرت يا نوح نجارا بعد أن كنت نبيا. ويعلمنا أيضا العمل، ولذا كما قلت الدروس فيها كثيرة. إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، إلى أن جاء أمر الله سبحانه وتعالى إلى الأرض وإلى السماء، ففجرت الأرض ماءها وأنزلت السماء ماءها، فالتقى الماء على أمر قد قدر. سيدنا نوح عليه السلام دعا على قومه، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. دعا على قومه بعد أن أوحى الله سبحانه وتعالى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فقال سيدنا نوح عليه وعلى نبينا السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فلم يدع سيدنا نوح عليه السلام على قومه إلا بعد أن أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. قوم سيدنا نوح كذبوه في الدنيا، والعجيب أنهم يوم القيامة كذلك. عندما يقول الله لسيدنا نوح: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقول قومه: ما جاءنا من نذير، من يشهد لك يا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وأمته؟ فهم كذبوا في الدنيا ويكذبوا أيضا يوم القيامة. لم يترك سيدنا نوح عليه السلام وسيلة من وسائل الدعوة إلا استخدمها في الدعوة إلى الله عز وجل. فدعا قومه ليلا ونهارا، سرا وجهارا، ولفت أنظار قومه إلى هذا الكون وما فيه. وقد خلقكم ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا مبسوطة أمامكم لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فلفت أنظار قومه إلى دليل الخلق، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يستحق أن يعبد، لا ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه الأصنام التي عبدوها من دون الله عز وجل في قصته الكثير، وفي قصته مع ابنه أيضا الدروس العظيمة. أكتفي بهذا القدر وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة الموجزة، موجزة المبنى لكنها عظيمة المعنى، من فضيلة العالم الجليل
فضيلة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف مدير مديرية أوقاف الجيزة، والذي حدثنا فيها عن جانب من جوانب قصة سيدنا نوح عليه السلام، وهو موضوع اللقاء اليوم. ونحن في أول لقاء لهذا الأسبوع الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، هنا في رحاب مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. أيها الأحبة، الآن نستمع إلى كلمة العالم الجليل فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والتي يحدثنا فيها أيضا عن الدروس المستفادة من قصة سيدنا نوح عليه السلام، فليتفضل. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على أنبياء الله وعلى نبينا الذين اصطفى، صلاة وسلاما دائمين باقيين كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، شكر الله لمن أحلنا هذا المقام. الشكر موصول للسيد الوزير الأستاذ الدكتور مختار جمعة على أن أتاح لنا هذه الفرصة لنتحدث في هذه المواضيع الشيقة، المواضيع الدعوية الشيقة التي تميل إليها النفس وتهش إليها القلوب وتغتبط لها الأفئدة. وشكر الله لمحدثنا الجليل العلامة الأستاذ الدكتور السيد مسعد ولمذيع هذه السهرة المباركة، وهو عالم أيضا من علمائنا الأجلاء الأكفاء أهل اللسان واللغة، الأستاذ الدكتور أحمد القاضي، حفظهما رب العالمين وحفظ السادة العلماء والحضور، وغفر الله لمن سعى وأنصت. وبعد، قصة نوح الحقيقة هي قصة الأب الثاني للبشرية. لما نقول الأب الثاني للبشرية، يعني معنى ذلك إنه الرسالة بدأت حقيقة بالمكابدة والمعاندة في عهد نوح. يعني لم تكن هناك مكابدة ومعاندة في عهد آدم ولا إدريس من بعده، إنما المعاندة الحقيقية كانت فين؟ في عصر نوح. يعني إذن نوح هو أول سلسلة من عانده قومه أو من عانده الناس. يعني إيه القصة بتاعت نوح؟ قصة نوح قصة صراع دعوي، يعني مش دعوة مجردة. إذن هناك نوعان من الدعوة: دعوة تسير مسار الأنهار أو مسير النهر، ما فيهاش مقاومة، زي النهر الجاري، شيء عادي، شيء ماشي. ودعوة فيها مقاومة. لما تكون الدعوة فيها مقاومة، بنرى نوع كبير أو نوع جديد من الأنواع التي يغفل عنها الكثيرون، اسمه إيه؟ الجدل الدعوي. الجدل الدعوي بدأ مع نوح. هم بيقولوا له كده، قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. الله، يبقى المسألة فيها جدال. يبقى الجدال نوعان، نوع محمود ونوع مذموم. النوع المحمود الذي يكون من أجل الوصول للحق بالأدلة والبراهين. النوع المذموم الذي يراد منه إشاعة الفتن أو إثارة الضغائن أو إلى آخر هذا الكلام. فالجدل في حد ذاته ليس حراما ولا ممنوعا حسب نوعه كما يقال، إنما اللطيف إنك تنتبه إلى إنه سيدنا نوح عليه السلام مكث في قومه فقط. فين؟ في قومه فقط، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما.
القرآن الكريم بيلفت نظرك في بكلمة فيهم إلى إنه نوح مر بمرحلتين اتنين القرآن ما قالش عنهم حاجة. ده بيسموها إيه في القرآن، في القصص القرآني بيسموها الفجوة الزمنية. إيه بقى الفجوة الزمنية دي؟ توحد الله ولا إله إلا الله. الفجوة الزمنية دي جزء من القصة القرآنية، القرآن بيتعمد عدم الإشارة إليه، القرآن بيتعمد عدم التعمق في تفاصيله، القرآن بيتعمد ترك الكلام فيه. فعندك مثلا يوسف عليه السلام لما دخل السجن، القرآن الكريم قعد في السجن 7 سنين، القرآن ما جابش ولا حاجة من اللي حصلت في حياة يوسف في السجن إلا الحوار اللي حصل بينه وبين الاثنين اللي معاه في السجن، الاثنين اللي شافوا المنام قالوه ليوسف وما ترتب عليه. هل يوسف ما عملش في السجن غير انه فسر منام وسلام عليكم عليكم السلام؟ طبعا لا، القرآن سكت عن هذا الامر. فجوة زمنية، الخضر فجأة ظهر لموسى، خرم السفينة، قتل الغلام، بنى الجدار، وهوب اختفى، راح فين؟ ما نعرفش. طب جه منين؟ ما نعرفش. ايه التكليفات التانية اللي خدها؟ معقولة التكليفات الثلاثة دول بس؟ لا، ما نعرفش. فجوة زمنية. سيدنا ذو القرنين فجأة ظهر للناس المستضعفين، بنى السد وواجه يأجوج ومأجوج بالإقامة الجدار أو السد اللي عمله، هوب اختفى ذي القرنين بعد آخر آية قال هذا رحمة من ربي، سلام عليكم عليكم السلام. اسمها إيه؟ اسمها فجوة زمنية، علشان القرآن الكريم بينشط خيالك، القرآن الكريم بيخلي مخك يسرح يسرح، يتأمل، يتدبر. عرفت يعني تدبر ولا إيه يا مولانا؟ كلمة يتدبر هقول لك معنى أول مرة هتسمعه. الدبر اللي هو الظهر، دبر الشيء يعني آخره يعني ظهره. فربنا مش عاوزك تنظر للقصة القرآنية، لا بص للي وراها ايه. راح قايل ايه؟ افلا يتدبرون. يبقى انت تبص للي ورا القصة. ادي معنى كلمة يتدبرون، ده اسمه التدبر، عشان تاخد بالك من اللفظ القرآني. فسيدنا نوح عليه السلام قعد في قومه 1000 سنة الا 50 عاما. تشوف الاعجاز القرآني في ذكره لكلمة سنة وذكره لكلمة عام. هي مش السنة هي العام؟ طب ليه ما قالش فلبس فيهم 1000 سنة الا 50 سنة؟ او ليه ما قالش فلبس فيهم 1000 عام الا 50 عام؟ قال لك لا لا، اصل السنة لا تقال الا على ما ينغص القلب والعقل. الحاجات الوحشة اللي حصلت في سنة من السنين بيقولوا عليها سنة، انما لو العملية بشبشت والخير زاد والرخاء انتشر ما نقولش سنة، امال نقول ايه؟ نقول عام. علشان كده سيدنا يوسف يقول لهم ايه؟ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. شوف، مش سنة فيها يغاث الناس. ما توحد الله ولا إله إلا الله. شوف دقة القرآن حتى في ذكر الأحداث. فلبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. يبقى 50 دول اللي تقدر تقول عليهم مرحلة الاستواء بعد السفينة. ناس مؤمنة وبيعبدوا ربنا وبيوحدوا الله عز وجل وقاعدين في حالة من حالات الاستقرار الديني والعقدي إلا 50 عاما. طب ارجع معانا لسيدنا نوح. العجب بتاع سيدنا نوح الاسلوب الجدلي اللي كان مع قومه، كان طويل البال قوي يا راجل، كان طويل قوي البال لدرجة انك لو قريت سورة نوح بتأمل ورصانة وهدوء
هتكتشف المعاناة اللي كان فيها نوح. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. أظن ديت رسالة لكل داعية. ما عندكش أجازة يا مولانا، الشيوخ ما عندهمش أجازة. قال رب إني دعوت قومي ليلا إيه ونهارا، ما خدش أجازة يقول لك لا مواعيد العمل خلصت، لا ليلا ونهارا. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وشوف التعبير، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، مش رفضا، مش سكوتا، مش إباء، مش تقاعصا، لا فرار. تصور يا راجل ان انت عايش 1000 سنة في وسط ناس كل ما بيشوفوك بيجروا. والله العظيم يا له لله درك يا نبي الله نوح، بيجروا يا راجل. اسمع بس الكلام، وحد الله لا اله الا الله. فلم يزدهم دعائي الا فرارا، بص التعبير القرآني، الا هروبا. يا رب ليه؟ هو مرض معدي ولا حاجة لا سمح الله؟ فلم يزدهم دعائي الا فرارا. انا بس عاوزك تعرف، عشان واحد يقول لك اصل نوح عاش 1000 سنة، 1000 ايه؟ قبل ما يبعث يبعث للرسالة قعد فترة اللي هي فترة الاعداد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الى انتقل الى ربه 63 سنة. النبي عليه الصلاة والسلام قعد فيهم 23 سنة نبي، والباقي كله ما كانش لسه بقى نبي. فما تقولش ان النبي عمره 23 سنة، لا عمره 63، 40 سنة ما كانش نبي، وبعد كده دي اسمها فترة الاعداد. فنوح فين فترة الاعداد؟ القرآن ما ذكرهاش. فجوة زمنية. وبعدين كل واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في ثم ربي قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا. واني كلما دعوتهم لتغفر لهم، بتوع اللغه العربيه يشتغلوا بقى، كلما تفيد ايه؟ التكرار. يعني ما جلتش منهم مره وكانوا مؤدبين. كلما دعوتهم ليه؟ يعني مش دعوتهم يدفعوا تبرع، دعوتهم انهم يشتغلوا معايا، دعوتهم انهم لا لتغفر لهم. شوف البشر والعند جعلوا ايه؟ اصابعهم. طب تيجي ازاي؟ طب حد يفهمها لي. انت يا دوب صباع واحد في الودن، انما اصابع ده دلاله على ايه؟ على استحكام عنادهم ورفضهم لاستماعهم الى نوح. فشوف جعلوا اصابعهم في اذانهم، وراح مش كده وبس، مش عاوزين يشوفوه لا يسمعوا ولا يشوفوا. واستغشوا ثيابهم، حطت الجلابيه على وشه عشان ما يشوفوش، واصروا واستكبروا استكبارا. شوف تاكدها بالمفعول المطلق. ثم اني دعوتهم جهارا، ثم اني اعلنت لهم واسررت. يعني بقى ياخد كل واحد على واحد يقول لك طب خدهم على جنب، وخدهم على جنب. طب قول لهم قدام الناس كلها، قال لهم قدام الناس كلها. طب كلمهم بالليل وهم مريحين بعد انتهاء التعب، قال لهم بالليل. عمل كل حاجه. بص ريح نوح، ده كتالوج الدعوه عليه السلام. فقلت استغفروا ربكم ليه؟ هتعمل لنا ايه؟ قال لهم اضمن لكم 5 هدايا اوكازيون. يلا 5 هدايا. 1 انه كان غفارا. 2 يرسل السماء عليكم مدرارا. 3 يمدكم باموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم انهار. يبقى معنى ذلك ان سيدنا نوح عارض كل العروض، مفيش فايده. سيدنا نوح عليه السلام بعد ما حصل بقى، علشان ما نطولش معاكم، الملاحظ الطريقة التي انتهت بها قصة نوح. لازم اخد بالي ولازم تاخد بالك من حاجة القرآن ذكرها، ولو استمعتها كنت هتتأمل هذا المعنى. نوح عليه السلام بيقول لربنا، ربنا بيقول ايه؟ ربنا بيكلم نوح بيقول له واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، مش كده الكلام؟ يبقى نوح ما كانش عنده خبرة بصناعة السفن،
واضح تماما ان الملائكة نزلت لتعليم نوح طريقة عمل السفينة. ليه؟ لان الناس دول ما كانوش بتوع شواطئ، دي ناس عايشة في الصحراء، يعني ما لهمش علاقة بكلمة سفينة ولا مركب ولا يعرفوا يعني ايه بحر. فلما لقوه بيصنع سفينة، هو نفسه نوح مش عارف كيفية صناعة السفن. والعلماء زي ما ذكر الفخر الرازي بيقول لك ان السفينة عرضها 20 ذراع وطولها 60 ذراع وارتفاع 5 طوابق، يعني ارتفاعها على الاقل كان حوالي 50 ذراع، يعني عمارة ارتفاع عمارة من 8 ادوار. وبيعملها فين؟ في الصحراء. واول مرة يشوفوا المسامير، وحملناه على ذات الواح ودسر، الدسر اللي هي المسامير من الدثار. قال طيب، فكانوا بيقولوا انت بقيت نجار بعد ما كنت نبي، وبتعمل ايه بالبتاع اللي انت بتعمل بيتريقوا. فاول مرة اخد بالي ان في حاجة اسمها السخرية، السخرية القرآنية او السخرية الدعوية. هل هناك سخرية؟ هل احنا نقدر نستخدم اسلوب السخرية في الدعوة؟ الجواب نعم. اسمع المفاجأة دي، واحد الله لا اله الا الله، يقول لك ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. يبقى في حاجة اسمها السخرية الدعوية. ده مش كده وبس، ده انا لقيت ان ربنا يسخر من المجرمين ويسخرون من سخر الله منهم، ربنا يسخر منهم. وفي سورة المطففين يقول لك فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون، يعني كأن حالة السخرية ممتدة الى يوم القيامة حين المواجهة ايضا. فعجبني قوي ان سيدنا نوح قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم. ما يقصرش عظم عدوك واهل البدعة الا طريقة السخرية. طريقة السخرية دي اصل هم بيحاولوا يستظرفوا. المشكلة في الناس الفسقة والمجرمين ان هم شايفين نفسهم قشطة، خفاف الدم، ظراف جدا، فلما تكربجوا وتلسوعوا بسخرية مضادة بيتلوح. لذلك كانت في رسالة دكتوراه انا متذكر وانا طالب في الازهر، كانت قدمت في كلية الشريعة، شريعة او الاصول والله ما انا فاكر اسمها ايه، اسلوب السخرية في القرآن الكريم، وعلى فكرة موجودة على النت، السخرية في القرآن، ان في ايات اسمها ايات السخرية معمولة لكده. واحد بيتعذب في جهنم وتلاقي القرآن يقول له ايه، ذق انك انت العزيز الكريم، سخرية. وان يستغيثوا ايه يغاثوا، يلا انت عارف يعني ايه يغاثوا، انما فوجئت بعده راح قايل ايه، بماء كالمهل يشهو الوجوه، سخرية. شوف ويوم يناديهم فيقول اين ايه شركائي، هو ربنا له شركاء؟ حاشا لله، سخرية. الله، انت خدت بالك؟ الذين زعمتم، ربنا بيقول لهم يلا اندهوا بقى لشركائي. ايه ده سخرية، اسلوب سخرية قرآن. السخرية الاعجب ان هم لفندية فدعوهم، والله العظيم انت متخيل الغبي غبي، البغبي غبي، الغبي هيفضل غبي حتى يوم القيامة، يعني يوم القيامة بعد اللي شافوا ده كله وقف يقول له اناديلهم يعني يا رب، قالوا اه نادي شركائي، فيقف بسلامته على جهنم، يا هبل يا مناد يا عزة يا ود يا سواع يا اهدى، هبل خلل خبل في رؤوسهم، فلم يستجيبوا لهم وجعلنا به. اهو ده اسلوب سخرية قرآن. شوف ادي ولها امثلة في القرآن هنبقى نشوفها بعدين، انما الشاهد انه
القرآن الكريم بيقول لك ان نوح عليه السلام كان بيصنع السفينة وعنده يقين بالوعد الالهي. اهو هنا بقى مجتمعنا محتاج السفينة دي، هو ده بقى الشغل اللي لازم نتعلمه. المجتمع اللي ما يبنيش السفينة بتاعته في احلك الظروف والله عمره ما هينجو من الغرق. ما فيش مجتمع هينجو من الغرق الا لو عمل سفينته بايده. اتعلموا يا ناس، كان باستطاعة ربنا وهو القادر يبعث سفينة سابقة التجهيز لنوح، او الملائكة تيجي شايلة السفينة، او الملائكة تيجي تشيل نوح والمؤمنين اللي معاه ويحطوهم في حتة ناشفة بعيد عن المطر. تمام؟ طيب حاضر، ماشي، حاضر، معاك خدام عيني. فالملائكة كانت تقدر تجيب سفينة سابقة التجهيز، ربنا كان يقدر يشيل المؤمنين واللي معاه يحطهم في حتة ناشفة، انما لا، هو ربنا اراد انه يفهم البشرية ان نجاة اي مجتمع مش هتكون عن طريق الملائكة، عن طريق البشر اللي عندهم ارادة النجاة، اللي عندهم ارادة الكفاح، اللي عندهم ارادة الانتاج. لو ما عملتش سفينتك بايديك يا نوح هتغرق انت واللي معاك. ما فيش مجاملة في قوانين الله، ما فيش مدهنة في نواميس الكون. ربنا خلق الكون بنواميس وقوانين، ربنا يقول له اعمل السفينة وعمل السفينة. ونكمل بعد الاذان لحظات ويرفع اذان العشاء من هنا من رحاب مسجد الحصري بمدينة 6 اكتوبر بمحافظة الجيزة. الله ويقينا لا اله الا الله سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا إخوة الإيمان رفع أذان العشاء من هنا من رحاب مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. والآن نواصل وإياكم هذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. لقاؤنا حول الدروس المستفادة من قصة سيدنا نوح عليه السلام. الآن يواصل فضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ خالد الجندي حديثه حول الدروس المستفادة من قصة سيدنا نوح عليه السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، صلي اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بنقرأ ان نوح كان اول اصحاب العزم في الترتيب التاريخي، انما في الترتيب الحقيقي الزمني، انما في الترتيب الحقيقي ياتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الاحزاب: واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. حسب الترتيب الزمني كان نوح الاول، انما حسب المقام رسول الله قبل نوح عليه السلام. شوف القرآن عكس ترتيب مع سيدنا النبي والباقي مشى على الترتيب الزمني. ومنك ومن نوح، المفروض ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم ومنك،
لانه حسب الترتيب الزمني اخر الترتيب، انما لا يسبق النبي ابدا صلى الله عليه وسلم. حدش يجي قبل رسول الله، هو في الاول. واذا اخذنا من نبينا ميثاقهم ومنك، ويجي بعد كده بقيه الترتيب بقى، ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. طيب تعال معايا، خد بالك، اذا كان نوح من اصحاب العزم، اهي دي شبهه مهمه لازم تاخد بالك منها. قول اصحاب العزم دول عندهم قوه اكتر من باقي الانبياء، اكتر انبياء كان عندهم قوه وصبر على الدعوه وتحمل الجدل خمسه، الحبيب صلى الله عليه وسلم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. طيب امال نوح في اخر سوره نوح، وقال نوح الرب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. تقول لي فين بقى العزم ده؟ قال لك يا رب خربها واحرقها، ده على قومه ان يروحوا في 60 داهيه. رب لا تذر على الارض من الكافرين ديار، انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا، ما تخليش فيهم حد. فين بقى اولو العزم؟ اقول لك اقرا الايه 36 في سوره هود، هتحل لك اخر الايه بتاعت سوره نوح. فين ده؟ واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك، ايه؟ خلصت، الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. يا نوح نعم مفيش نفر هيوحد الله بعد النهارده، خلاص يروحوا في 60 مش سلامه، داهيه ولا ليهم لازمه. يبقى هنا شوف المعنى ده، في حين انه لما قال كده للنبي قالها بطريقه مختلفه في سوره البقره، ان الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. شوف ما قالش إن قومك وإن الناس، لم يعين الله عز وجل من سيثبت على الكفر حتى يبقي الأمل في نفس رسول الله. شيء عجيب من 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 عجائب القرآن الكريم. طب انا عاوزك تاخد بالك من المعنى بتاع سيدنا نوح عليه السلام وهو بيصنع الفلك، والمولى سبحانه وتعالى ادى العلامة ان الفرن اللي بيتخبز فيه الاكل او العيش او خلافه يطلع منه مية عشان يجيب المتضادين الاثنين. فحصل حتى اذا جاء امرنا وفار التنور. التنور على ارجح التفاسير ان هو الفرن المخبز اللي كان الفرن اللي الكانون اللي كانوا بيولعوا عليه عندنا في البلد، وفار التنور. يبقى دي علامة، العلامة تكون خارقة لناموس المكان. يعني خد بالك، يعني لازم العلامة تكون حاجة خارقة. فاكر سيدنا زكريا لما قال لربنا اعرف ازاي ان الحمل بدأ مع مراتي؟ قال له هتلاقي لسانك ينعقد عن الكلام. قال رب اجعل لي آية، يعني اعمل لي علامة اعرف ان الحمل عند مراتي ابتدى. قال آيتك انك تفقد القدرة على الكلام. قالها له ازاي؟ قال آيتك الا تكلم الناس ثلاثة، يعني امتناع زكريا عن الكلام كان لا ارادي، اما امتناع مريم كان ارادي. فقولي اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسي. عجيب من عجائب القرآن. فشوف المشهد والبتاع السفينة، الغريب ان ربنا بيقول لنوح فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. اللي بيقولوا ان الطوفان يشمل الكرة الارضية، الحقيقة هيصعب عليهم يشرحونا ازاي هيجيب كل الكائنات اللي في الكون في سفينة. يعني هذا دليل على انه الطوفان ده كان في حتة معينة، فبيقول لك حتة معينة كان فيها بشر وبقية الكرة الارضية كان فيها كائنات انما ما فيهاش بشر. يبقى الطوفان حصل في الحتة الوحيدة اللي فيها بشر، علشان كده انه ما يقدرش يشيل كل الكائنات اللي في الكرة الارضية. ده هي الكرة الارضية هي السفينة اللي شايلة الكائنات دي كلها، فهل ممكن تشيل كل الكائنات؟ وبعدين انتوا خدتوش بالكم من حاجة،
الناس مركزة على قوله تعالى فاسلك فيها من كل زوجين ايه؟ اثنين. فركزوا على الحيوانات ونسيوا النباتات. ما هو برضو النباتات دخل فيها زوجين اثنين. فهل ستتسع السفينة لنباتات؟ وهل تتسع السفينة من كل زوجين اثنين؟ ولو حصل السفينة شالت من كل زوجين اثنين، احنا عندنا مشكلة انتم ما خدتوش بالكم منها. الحيوانات ديت بيتعلق بها اربع امور. الامر الاول، السفينة دي قعدت 40 يوم تقريبا على مارسية، على الجودي اللي هو جبل الجودي. ال40 يوم دول مين بيحضر للحيوانات دي كلها الوجبات الغذائية بتاعتها؟ دي واحدة. ومين اللي بيخلص الاقفاص اللي موجودة فيها الحيوانات من فضلات الاكل؟ دي قضية تانية. الامر الثالث، مين اللي هيظبط حركة السفينة في هذه الحالة لما الحيوانات بتضطرب فتموج بهم اي سفينة؟ لذلك بيضطروا يعملوا لهم تخدير حفاظا على الطيارة او السفينة اللي راكبينها. فازاي حصل لهم التخدير كل ده؟ ادي حاجة ثالثة. المعجزة الرابعة، التصرف البيولوجي، العلاقة ما بين الذكر والانثى، مش من كل زوجين اثنين. طب حينظموها ازاي في السفينة؟ لا لا لا، الموضوع اقوى من عقلنا. لذلك المسألة كانت مسألة اعجازية، انت بتاخد بالاسباب، انما المولى عليه تسيير سفن الارض والسماء. انت كل مجرد بس بتعمل السبب بس، انما مين عارف يقول له ايه؟ ارمي في المعركة. طب لما ارمي قال له وما رميت اذ رميت، امال مين؟ ولكن الله رمى. الدليل على كلامي ان في تدخل ملائكة واضح واضح، ان هو يقول لك عشان يفهمك ان السفينة ما كانش فيها قوة بخار، ما كانش البخار اخترعوه، ولا مازوت ولا بنزين ولا طاقة كهربائية ولا مجاديف. امال بيقول لك وهي تجري. الله الله الله، فمن الذي كان يجريها؟ شوف المعنى ده، وهي تجري بهم. ويقول لك الموج عامل ازاي؟ ده اللي ربنا هو اللي بيقول لك مش انا. وهي تجري بهم في موج كالجبال. فاهم يعني ايه موجة زي الجبل؟ فمن الذي يمنع السفينة من الغرق؟ رب العالمين. ونادى نوح ابنه وقال. المهم يعني باختصار شديد، لقطة اخيرة اختم بها ما اقول، لانه الدروس كثيرة جدا والله، يعني ربنا يتقبل يعني. فخد بالك بقى من اللقطة دي. سيدنا نوح سمع ربنا بيقول له فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وايه؟ نقول تاني وايه؟ فسيدنا نوح سمع التصريح انه اسمح لاهلك يركبوا معاك، كأن اهله خدوا تصريح. فسيدنا نوح بيستفيد من التصريح، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع. شوف كلمة مع دي لخصت القصة. نوح مش مصدق ان ابنه يبقى كافر. فبيقول له لا لا، انت مش منهم. فما قالوش ولا تكن ايه؟ فلا تكن من الكافرين يا محله النبي. قال له لا تكن ايه؟ من الكافرين. لا، ما قالوش من الكافرين، قال له معه، لان انت مش منهم. فلو قال له ولا تكن من الكافرين يبقى متخيل ان ابنه يبقى كافر، انما نوح مش متخيل ده. لا لا، انت لا، ولا تكن مع الكافرين. المهم قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. ان شاء الله هنصلي بعد صلاة العشاء صلاة الجنازة على من حضر اموات المسلمين. فشوفوا المعنى العجيب. قال له سيدنا نوح بيقول له ايه؟ بيقول لربنا ان ابني من اهلي. ونادى نوح ربه قال ربي ان ابني من اهلي. فربنا قال له لا، هو ابنك قال له انه ليس من اهلك. يعني نوح قال نقطتين، قال له ده ابني، ادي واحد،
ومن اهلي ادي اتنين، ان ابني من اهلي. خدت بالك نوح بيقول ايه؟ ربنا قال له لا، واحده من الاتنين غلط، انه ليس من، يبقى ما نفاش انه ايه؟ يبقى قال له ايوه هو ابنك انما مش من اهلك. شفت الاسلام والعقيده؟ ممكن يبقى ابنك انما مش من اهلك. ايه اللي يخليه من اهلك؟ العمل. علشان كده العمل هو اللي يجمع بينك وبين اسرتك. وعلشان كده بنقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل، ما قلناش على أسرة أو على، لا، لازم الآل. من هم الآل؟ الذين يتبعون النبي بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ويفقهنا في ديننا، وأن يختم لنا بالصالحات أعمالنا، وأن يرحم موتانا بمغفرته، وأن يتغمدهم بواسع فضله ورحمته، وأن يجعلها خير ليلة عليهم. وصل لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والتي حدثنا فيها عن الدروس المستفادة من قصة سيدنا نوح عليه السلام. نصل الآن إلى مسك الختام، إلى الدعاء. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وبعد الدعاء والابتهال والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى تقام صلاة العشاء إن شاء الله تعالى، وبعدها تقام صلاة الجنازة على من حضر من أموات المؤمنين. نسأل الله الرحمة والمغفرة لهم ولنا جميعا، مع الدعاء والابتهال وفضيلة المبتهل الشيخ أحمد راشد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، واحفظ مصرنا وسائر بلاد المسلمين يا رب. يا من تقاصر شكري عن أياديه، وكل كل لسان عن معاليه، وجوده لم يزل فردا بلا
زيد على عن الوقت ماضيه وآتيه لا دهر يخلفه لا قهر يلحقه لا كشف يظهره لا لا ستر يخفيه لا عد يجمعه لا حد يقطعه لا ضد يمنعه لا قطرة يحويه لا عين تبصره لا لا عين تبصره لا كون يحصره وليس في الوهم معلوم يضاهيه جلاله أزلي لا زوال له جلاله أزلي لا زوال له وملكه دائم لا شيء يفنيه سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الأدعية والابتهالات نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الدعوي الثقافي في أولى لقاءات هذا الأسبوع.